كل هذه الملفات وجدت حلا أم أنكم فقط اكتفيتم بالتنديد والاستنكار؟ هو الطرف يعني المجتمع المدني ليس ملزما بالحلول، الذي ملزم بالحلول هو سلطة الوصاية وهي والمجالس المنتخبة. مسألة تلقي الدعم من طرف الجماعة الحضرية لمدينة طنجة يراها الكثير أنها ربما قد تشكل قوة ضغط على المرصد وبالتالي عدم الحرية والاستقلالية في إصدار القرارات. تمويل الجماعة الحضرية هو حق للجمعيات التي تشتغل في مدينة طنجة وليس هبة من أي طرف كان. أريد منك فقط رسالة لكل من يهمه الأمر، خاصة لمن يعني يجرؤ على المس بتراث طنجة وأيضا الزحف على مستوى المساحات الخضراء بالمدينة. أقول بأن حان الوقت بأن الجميع أن يحترم القانون وأن يراعي المصلحة العامة أكثر من المصلحة الخاصة. لقاء خاص في الأوقات التالية على